بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضيتي بأنهم ينتظرون أمرا معينا، قضاء حاجة معينة إلى غير ذلك، ويريدون أن يبشرهم الله سبحانه وتعالى عليها. يبشرهم الله، هل سوف تقع هذه القضية أم لا على أرض الواقع؟ هل سوف تتحقق هذه الأمنية؟ هل سوف تتأخر؟ هل هناك عراقيل؟ إلى غير ذلك. ويقول علماؤنا الأعلام ومنهم السيد محمد العلوي، هذا العارف الكبير، يقول إن بعض العلماء يقولون: من قال 100 مرة الهادي العليم الخبير المبين، هذه الأسماء الحسنى التي لها وقع كبير في قضاء الحوائج، لها وقع كبير في قضاء الحوائج، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تقول 100 مرة الهادي العليم الخبير المبين، ثم تقول بعد 100: يا هادي أهدني إلى كذا، يا عليم علمني كذا، يا خبير خبرني بكذا، يا مبين بين لي كذا، وسمي ما شئت من أمر في قلبك. يعني يا هادي أهدني إلى هذا الأمر، إلى هذا السفر، إلى شراء هذا البيت، إلى الزواج من هذا الشخص، إلى غير ذلك. يا عليم علمني هل إن هذا الأمر هو خير لي أم لا، يا خبير خبرني عن فلان بكذا، إلى غير ذلك. يا مبين بين لي حقيقة فلان، مصلحتي مع فلان، شرائي لهذا البيت، إقدامي على هذا الأمر، وسمي ما شئت من أمر، ثم نام. أطلعه الله في نومه على ذلك. الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يبين لك في عالم الرؤيا حقيقة ما تطلبه أنت، متى يكون، متى سيقع، هل هو في مصلحتك أم لا. فإذا عرفنا الطريقة التي أوردها العلامة السيد محمد العلوي عن بعض العلماء، أن تقول 100 مرة الهادي العليم الخبير المبين، بعد 100 تقول يا هادي اهدني إلى كذا، يا عليم علمني كذا، يا خبير خبرني بكذا، يا مبين بين لي كذا، وسمي ما شئت من أمر، ثم تنام، فيطلعك الله سبحانه وتعالى في نومك على ما هو خير لك ومتى تقضى حاجتك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.